تابعوني حبايبي، النهارده هنعمل مع بعض البطاطس المحشيه فراخ. بصوا مش مستحمله خالص وجميله ازاي، بصوا شكلها بطاطس وردات محشيه فراخ، شكلها جميل معاها طماطم. اهي البطاطس شكلها جميل ازاي، بصوا محشيه فراخ من كل مكان، وعباره عن ورده شكلها تحفه اهي. بصوا ورده، بدل ما نقورها وكده هنعملها مع بعض بطريقه سهله قوي. تابعوني حبايب قلبي عشان شكلها جميل وهتتبسطوا منها جدا جدا جدا. صباح الخير على كل اللي بيشوفوني. النهارده حبايب قلبي هنعمل فراخ محشيه بلحمه الفراخ المفرومه، هنعملها على شكل ورده جميله، وهنجدد في سفرتنا عشان ولادنا بيحبوا البطاطس جدا، فننوع لهم فيها ونخليها متجدده دايما. ونمشي معايا خطوه خطوه هنشوف هنعمل ايه. هناخد حبايبي البطاطسايه كده، بدل ما نقور بقى البطاطس وكده ونحفرها ونفقد قيمتها، هنعملها بطريقه جميله قوي. هنقطعها كده كده، ما نوصلش للاخر، اربع قطع كده اهو زي ما انتم شايفين، وبعدين قطعتين كمان يبقوا 8 قطع، بس ما نوصلش للاخر وبراحه جدا عشان ما تتقطعش مني. اهي هتديني الشكل ده اهي شايفين، اهي بصوا اهي، بس بالراحه طبعا عشان هي بطاطس ناشفه، فبالراحه وانت بتحشيها اهي شايفينها اهي. هقطعها كمان قطع قدامكم تاني، هي 8 قطع، 8 ايه قطع مش للاخر. ده شكل جديد هنعمله مع بعض، بدل ما نقعد نحفر البطاطس ونقورها ونفقد قيمتها وكده، دي هتبقى جميلة اهي اهي زي ما انتم شايفين شكلها جميل، وهتدي شكل حلو قوي في الصينية، وهنحشيها مع بعض. هعمل لكم واحدة تانية اهي، هنقسمها كده وبعدين كده وبعدين كده وبعدين كده اهي زي ما انتم شايفين. بصوا مديها شكل حلو ازاي، بصوا مديها شكل جميل قوي زي ما انتم شايفين اهو. هنعملها كلها كده بس مش هنوصلها للاخر عشان ما تفتحش مني. هكمل الكميه وارجع لكم تاني. اهو يا حبايبي قطعنا الكميه كلها اهي، 6 قطع او 8 براحتك اهي، بس اهم حاجه ما تقطعش منك اهي، على شكل ورده جميله بصوا عامله ازاي ماشي. ومعايا هنا فراخ مفرومه في الكبه، وعليها حزمه بقدونس، نص كيلو فراخ عليها نص حزمه بقدونس بالظبط ماشي. اهي زي ما انت شايفينها، هنبتدي بقى نحشيها مع بعض ونحطها في الصينيه. ده شكل كبير قوي يا حبايبي، شكل جديد وجميل هيعجب ولادنا جدا، ولازم نجدد لهم عشان ما يزهقوش، ونجدد سفرتنا وتبقى شيك، حاجه شيك وفي العزومات او كده يعني فخمه جدا. اهي هنحشي زي ما انتم شايفين كده بالراحه، بسم الله. لو اول مره تشوفي قناتي حبيبتي اعملي لي لايك، ولو مشتركه عندي اعملي لي لايك، ولو اول مره تشوفي القناه يا ريت تخشي وتشتركي وتدوسي على الجرس، تفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. دي جميله حبايبي قوي، شكلها شيك في العزومات وهتعجب ولادنا. نحاول نحشيها كويس جدا جدا اهي، وشكلها جميل ازاي، بصوا شكلها جميل اهي. هحشي بقيه الكميه وارجع لكم تاني حبايب قلبي. يلا حبايبي هنحشي واحده كمان اهي، بصوا تفتحي بالسكينه كده حته وتحشي حته حته، ما تسيبيش فرع لما تحشيه عشان البطاطسيه كلها تبقى محشيه شكلها حلو وتبقى فيها فايده، ما يبقاش البطاطسيه فاضيه، يعني كلها تبقى محشيه من جوه اهي. اللي يحب يلبس جوانتي يلبس، بس انا طبعا غسله ايدي كويس جدا فمعلش مش مشكله يعني، بس اللي يحب يلبس جوانتي طبعا يلبس. واهم حاجه تغسلي ايدك كويس جدا جدا قبل ما تعملي اي حاجه في المطبخ،
بالصابونه كويس جدا جدا، ربنا يرفع عننا البلاء يا رب ان شاء الله باذن الله. هحشي بقى بقيه الكميه كلها وارجع لكم تاني. بنحشي حبايبي اهو الفراخ في كل مكان في البطاطس، بس حبايبي اهم حاجه ما تنسوش البهارات، عباره عن معلقه بهارات مشكله، معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه ملح او معلقتين ملح، معلقه بابريكا، معلقه توم باودر، بصل باودر، من كل حاجه معلقه من البهارات اللي انت بتفضليها. ما تنسوش حبايبي تتبلوا التتبيله قبل ما تحشوها. ماشي، بنحشي الورده من كل مكان بحيث ان هي تبقى في كل حته محشيه، عشان ما تبقاش بطاطسيه فاضيه من جوه وطعمها مش حلو. نحشيها كويس جدا جدا في كل فتحه، نفتحها كده بالراحه ونحشيها. ماشي، لو عجبكم بقى الفيديو يا جماعه ما تنسونيش باللايك علشان القناه تكبر وكلنا نستفيد من بعض. انا هكمل بقيه الكميه وارجع لكم تاني. هحشي كمان يا حبايبي الطماطم كام واحده كده اهي. الورده تحفه تحفه جدا، بيسهل لي كل حاجه. اهو يا حبايبي هحشيها برضو فراخ، هحطها في نص الصينيه هتبقى شكلها تحفه قوي. هحشيها فراخ اهي برضو كده اهي، تتبيله الفراخ دي تحفه قوي. اهي يا حبايب زي ما انتم شايفين اهي. ماشي، هكمل بقيه الكميه وارجع لكم تاني. حبايب الشكل النهائي كده، ده الشكل النهائي يا حبايب قلبي بعد ما حشيتها بالفراخ. طبعا النص كيلو فراخ فاض طبعا مش هيترمي، هيتشال نعمل بيه حاجه تانية. وده الشكل النهائي اهو، شكله تحفه، وينجدد لاولادنا على السفره، جميله جدا ومغذيه جدا وهتعجبكم. هدخلها الفرن، لا قبل ما ادخلها الفرن في صوص هحطها عليها هوريه لكم الاول، وبعد كده ادخلها الفرن على 180 وارجع لكم تاني يا حبايب قلبي. ده الصوص حبايبي عباره عن قوطه مبشوره، انا كنت مفرداها في الفريزر، ومعلقتين هريسه شطه، ومعلقتين صلصه جاهزه اهي، معلقتين صلصه. ماشي، ما تنسوش طبعا برضو التوابل، بس ما تكتروش عشان حاطين توابل قبل كده. هنحط معلقه فلفل، معلقه فلفل، معلقه بابريكا، معلقه صغيره بابريكا، ومعلقه ملح، معلقه ملح صغيره. ماشي، وهنحط عليهم، هنزودهم بميه. ماشي، ده صوص تحفه جدا. لو عايزه برضو زودي شوربه، عندك شوربه مثلا عايزه تزوديها برضو هتدي قيمه غذائيه حلوه. ماشي اهو، ماشي يا جماعه الصوص ده. بعد كده هحطه على الصينيه اهو، الصينيه اهي بالشكل ده كده فوق النص كده. ماشي يا حبايبي، هزودها تاني برضو، هغطيها بالميه وادخلها الفرن، احطها فوق تغلي على البوتاجاز من فوق لغايه ما تغلي. بعد كده هدخلها على الرف الاولاني في الفرن، وبعد كده هولع عليها الشوايه، وبعد كده هنشوف مع بعض. النهائي حبايبي للبطاطس بتاعتنا الشهيه، تحفه جدا جدا، ومحشيه فراخ من كل مكان، وريحه الهريسه الشطه ريحتها تحفه جدا جدا حبايبي. ويا ريت بقى لو عجبكم الفيديو لايك لو اول مره بتشوفيني، واشتراك في القناه، لا لو مشتركه عندي دوسي لايك، ولو اول مره تشوفيني اشتركي في القناه وفعلي الجرس. باي باي.